تأثيرات عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، سواء على رابطة الدوري الإنجليزي ممتاز أو على أندية البطولة، تأثيرات كانت قد تحولت من مرحلة الشك إلى اليقين مع الإعلان رسميا عن تعرض المسابقة لخسائر مالية. للمرة الأولى في ثلاثة مواسم أعلن الدوري الإنجليزي لكرة القدم عن خسائر سنوية مدفوعة بحجم الإنفاق الهائل للأندية التي سعت لاستثمارات أكبر مستفيدة من ارتفاع مدخولاتها نتيجة اتفاق جديد حول حقوق بث المباريات في الخارج. البريمير ليج حقق عائدات بلغت 3 مليارات و600 مليون جنيه استرليني موسم 2015-2016 بزيادة بلغت 9% مقارنة بالعام المالي السابق، بيد أن حجم الإنفاق على اللاعبين تخطى تلك العائدات بعد أن ارتفعت الأجور مثلاً بنسبة 12% لتصل وحدها إلى 2,300,000,000. ومع دخول عقد جديد لتسويق مباريات البطولة في الخارج بداية الموسم تعدت قيمته 5 مليارات استرليني، فضلاً عن حصاد ليستر سيتي غير المنتظر لللقب، سعى كبار البطولة الستة مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، تشيلسي، ليفربول، أرسنال وتوتنهام إلى تعزيز الصفوف داخل وخارج الملعب على حد سواء. ولم يكن الإنفاق الشره وحده سبباً في تلك الخسائر، فهناك أيضاً تراجع قيمة العملة البريطانية فضلاً عن تأثير قوانين مالية جديدة في المملكة المتحدة. وفي 31 يوليو/تموز عام 2016 آخر أيام السنة المالية للدوري الإنجليزي بلغت قيمة الجنيه الاسترليني دولاراً و32 سنتاً، ما يعني تراجعاً بنسبة 12% منذ أن صوتت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر استفتاء وطني. وقد لا تقتصر تبعات البريكزيت الحقبة التي ستستهل عام 2019 بعد عامين من محادثات الانفصال على تغييرات في قيمة العملة، وفي الوقت الحالي يمكن لأندية الدوري الإنجليزي أن تضم لاعبين من دول الاتحاد الأوروبي دون الحاجة إلى التقدم للحصول على تصاريح عمل له. أما لاعبو الدول من خارج الاتحاد فيجب عليهم امتلاك نسبة من المباريات الدولية مع منتخبات بلادهم من أجل الحصول على التأشيرة، وإن كانت هناك بعض الإعفاءات التي تمنح استثناء. وأظهرت دراسة لصحيفة الجارديان نشرت في سبتمبر أيلول الماضي أن ثلثي لاعبي دول الاتحاد الأوروبي في الدوري الإنجليزي لن يكون بمقدورهم اللعب في البطولة عند تطبيق شرط المشاركات الدولية عليه. وقد يفتح انخفاض عدد النجوم الأجانب بما يعنيه من تراجع على صعيد المكانة الدولية يفتح المجال أمام دوريات أخرى مثل الليغا الإسبانية أو البوندسليغا الألمانية لجذب نصيب أكبر من كعكة حقوق البث العالمية.